مساء الخير وأهلا بكم متابعينا في كل مكان في هذه التغطية الخاصة حول الاستعدادات الأخيرة لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي. تابعنا مع حضراتكم خلال الساعات الماضية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، ورصدنا مع حضراتكم نسب النجاح أيضا، وعلشان كده كان ضروري على وزارة التربية والتعليم إنها يعني توجه بعض الإرشادات للمدارس حتى تكون يعني بتضع الإطار العام إلى يعني تيسير بدء الفصل الدراسي الثاني والأطر التي سيتم يعني الانتهاج بها. بتستعد الحقيقة وزارة التربية والتعليم لبدء الترم الثاني وعودة الدراسة في المدارس ابتداء من السبت الموافق 19 فبراير 2022. وقالت أيضا وزارة التربية والتعليم أن جميع الاستعدادات بتتم حاليا على قدم وساق لبدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022 في المدارس المختلفة الموافق 19 فبراير، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا. الحقيقة أنه في هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، شددت خلالها على يعني مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الأوجهة لاستقبال الطلاب في الترم الثاني، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات يعني قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية. أكدت أيضا الحقيقة الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، ويعني ضرورة التباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها أيضا، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة ويعني الجوائح الصحية، تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني، والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم، يعني تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي يعني بأكثر طريقة ممكنة، مع ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية، توزيع أيضا الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات ووفقا للقواعد المنظمة لذلك، قيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة الموجودة في المعامل على كل مدرسة، كمان متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها، مع الاهتمام بالسجلات الإدارية اطلاع المدير عليها ومراجعة الشيفات والتأكد من مدى سلامتها وصلاحياتها للاستخدام في الفصل الدراسي الثاني. أيضا من ضمن ما تم التأكيد عليه أنه على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية، وذلك للاطلاع عليها ويكون على دراية كاملة بها، مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب، إلى جانب أيضا يعني توقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعات الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، إلى جانب الالتزام يعني أو التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور وأيضا في مواعيد الانصراف. أيضا الجدير بالذكر الحقيقة أنه في وقت سابق ردت وزارة التربية والتعليم على كافة يعني الشائعات المنتشرة بشأن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني، قالت أن العملية التعليمية لهذا العام الدراسي بتسير بشكل منتظم ويعني بتسير على أكمل وجه، ويعني وفقا للإجراءات المعلنة والقواعد المنظمة لبدء العملية التعليمية. خلوني مرة أخرى يعني أسرد على حضراتكم تفاصيل هذه التغطية حول الاستعدادات الأخيرة لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ويمكن تابعنا يعني مع حضراتكم خلال الساعات الماضية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، رصدنا أيضا مع حضراتكم نسب النجاح. بالتأكيد بيفصلنا يومين فقط عن بداية الفصل الدراسي الثاني، ولذلك كان من الضروري على وزارة التربية والتعليم إنها يعني توجه بعض الإرشادات للمدارس حتى تكون بتضع الأطر ويعني القواعد العامة التي سيسير من خلالها الفصل الدراسي الثاني.
خلوني اقول لحضراتكم ان وزارة التربية والتعليم بتستعد لبدء الترم الثاني وعودة الدراسة في المدارس ابتداء من السبت الموافق 19 فبراير 2022. اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان اليوم الخميس سيكون اخر ايام اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021-2022، طبعا بالنسبة لطلاب المدارس في جميع انحاء الجمهورية. الجدير بالذكر أيضا أن وزارة التربية والتعليم قالت أن جميع الاستعدادات بتتم حاليا على قدم وساق لبدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي في المدارس من السبت الموافق 19 فبراير 2022، وبتتم الحقيقة وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا. خلوني أقول لحضراتكم أنه في هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من يعني مدى جاهزية المدارس من كافة الأوجه لاستقبال الطلاب في الترم الثاني، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات يعني قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية. أكدت أيضا الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضرورة التباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها أيضا، حفاظا بالتأكيد على صحة الطلاب وحفاظا أيضا على صحة المعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، إلى جانب أيضا تأكيدها على ضرورة تطهير وتقييم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي، إلى جانب التزام مخففي الأدوار بأماكنهم، تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، إلى جانب تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصمة على المعلمين طبقا للمعدلات وفقا بالتأكيد للقواعد المنظمة لذلك، إلى جانب قيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعمال الأجهزة الموجودة في المعامل على كل مدرسة، تكون بتتابع بشكل دائم دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها، وأيضا ضرورة الاهتمام بالسجلات الإدارية واطلاع المدير عليها، الى جانب مراجعه الشتات التاكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام في الفصل الدراسي الثاني. ايضا على كل مدير مدرسه يكون لديه سجل بالقرارات الوزاريه وذلك للاطلاع عليها وان يعني يكون على درايه كامله بها، وضروره تواجد الزائره الصحيه بالمدرسه وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب، وكمان الحقيقة ضرورة توقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم للمدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، وضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور وأيضا في الانصراف. خلوني أقول لحضراتكم أيضا نقطة هامة جدا، أنه في وقت سابق ردت وزارة التربية والتعليم على كافة الشائعات الحقيقة المنتشرة بشأن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني، قالت أن العملية التعليمية لهذا العام الدراسي هتسير بشكل منتظم. يعني بنتمنى بالتأكيد لكل الطلبة التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني، وكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديدة هتابع بالتأكيد مع حضراتكم يعني كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية التعليمية برمتها. بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة.